السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام متابعي التنشئة الوالدية، طريق للتميز في الحياة. ترى هل هناك اعتقادات مغلوطة لدى الآباء عن التربية الوالدية التي نريدها والتي يجب أن تكون موجودة والتي يجب أن تكون حاضرة؟ الإجابة نعم. طب إيه اللي يثبت لنا هذا الكلام؟ اللي يثبت لنا الكلام ده هو متابعتنا لما يتم عرضه لحضراتكم. لو أنا عملت ورشة عمل معاكم الآن وبدأت أسألك هل توافق بالقبول أو بالرفض على هذه الاعتبارات، التربية الوالدية بالنسبة لكم ملكة فطرية ولا فطرية ومكتسبة؟ إجابة بنعم أو لا، يعني هل إذا كانت فطرية أقول فطرية، أرفض أقبل أو أرفض. من السهل غرس القيم الأسرية، موافق ولا مش موافق؟ من فضلكم جاوب بسرعة. اعتقاد عام، معاملة الأبناء ذكور وإناث، أول رقم واحد في الأسرة، اثنين ثلاثة، جميعهم بالطريقة نفسها في المعاملة، يجب أن يتم التعامل مع الجميع بنفس الطريقة. هل موافق على الكلام ده؟ هل موافق إن في ضرورة لتلبية رغبات الأولاد كلها؟ هل موافق إن أنت دائما تعمل منطق العقل في التعامل مع الأبناء، لغة المنطق، واحد زائد واحد يساوي اتنين في الخطاب، ولا أحيانا اللغة دي ما تمشيش؟ هل موافق إن ضرورة أن تكسب دائما الجولات الحرب مع الأبناء في التعامل معهم؟ ورشة نقول رأينا، وبعد ما تقولوا آراءكم بنعم أو لا هتعرف رأيك ده صواب ولا خطأ على ضوء ما يلي. واحد، تعالوا نعدد الاعتقادات المغلوطة في التربية الوالدية. اعتقاد رقم واحد، الآباء والأمهات مستمتعون دوما مع أبنائهم، يعني كل أب وكل أم مستمتع استمتاع كامل، ما فيش أي مشاكل يعني. اعتقاد، الأولاد دائما ما يقدرون جهود آبائهم دوما، دي آبائهم مش أبنائهم، الأولاد يقدروا دائما جهود الآباء أو الوالدين. الاعتقاد الثالث، التضحية بأنفسهم من أجل أبنائهم، الآباء دائما يضحوا، يقولوا نضحي بأنفسنا من أجل أبنائنا. التقليد الأعمى للأساليب الموروثة، التقليد الأعمى للآخرين، تحقيق أمنياتنا الشخصية في ابني، أنا نفسي ابني يبقى زيي، هكذا دائما يقول الآباء والأمهات، ياه لو يطلع ابني زيي، وينسى أن ابنه ليس بنفس النموذج، والأصابع مش زي بعض، البصمات مش زي بعض. اعتقاد آخر، أن يفوض الأب مهامه إلى الأم. اعتقاد آخر، الآباء والأمهات الصالحون بيربوا ولاد صالحين بالضرورة، يعني الحلو يطلع حلو الوحش يطلع وحش. اعتقاد، التربية الوالدية ملكة فطرية، قلناها من شوية في ورشة العمل. من السهل غرس القيم الأسرية، من السهل أن تغرس القيم الأسرية لدى الأبناء، يكفي الحدس والحس السليم والمنطق والحب في التربية، يعني يقول لك أنا كفاية يبقى عندي الحدس وعندي حس سليم ومنطق وحب عند ممارستي للتربية. افتراض كفاية المنطق مع الأولاد اللي هي لغة العقل اللي قلناها من شوية، منطق يعني أنا إذا ما عملش كذا ما ينفعش، إذا عمل كذا المفروض ده يتعمل وهكذا. افتراض كسب الحرب ضد الأبناء دائما، اعتماد الوالدين على أنهم الأكبر سنا وبيدهم السيطرة، معاملة الأولاد جميعهم بالطريقة نفسها، كانت في الورشة من شوية وإحنا بنحكي، معاملة الأولاد وكأنهم بالغون صغار، يعني أنت كبير من هو صغير، هو أصلا احتياجاته احتياجات طفل وتعاملات تعاملات طفل، فيبدأ يقول له لا أنا بعاملك كأن أنت راجل كبير. تلبية رغبات الأولاد جميعها، كل هذه اعتقادات يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا. تعالوا ناخد الأولاني، ناخد أول أربع اعتقادات أو خمسة
ونحللها سوا. الآباء والأمهات مستمتعون دوما مع ابنائهم. السؤال، هل حضراتكم دايما بتشعروا بهذا الأمر؟ التلفزيون بيعرض دراما تظهر الأسر المثالية والنموذجية، الأفلام التركية والمسلسلات التركية وغيرها من المسلسلات تظهر أنه يعني تربية الأولاد متعة لا نهاية لها، بينما الحقيقة مختلفة تماما. حقيقة أن هناك، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، في جهد، في بذل، في عطاء، في انحصار وانكسار، في مثل هذه الأمور. فده قد خاطئ، إنه دايما مش مستمتعين مع الأبناء، وإنما في مشاكل تعترضهم ويجب أن يتغلبوا عليه. الأولاد يقدروا دائما جهود الوالدين دوما. واضحة يعني. بعض الآباء والأمهات يقولوا ولادنا بيقدرونا إذا وفرنا لهم احتياجاتهم المادية، ملابس وألعاب وأجهزة حاسوب وسيارات. وبعض الأولاد يظنوا إن ده حق مكتسب وإن من واجب الأب أن يمنحهم هذه الأشياء، وبالتالي لا يشعروا بواجب التقدير تجاههم لأن بيعتبروا ده فرض عين على الآباء. وبالتالي هنا نصحح الاعتقاد. مركزين معايا ولا لا؟ ركزوا جدا. تضحية بأنفسهم من أجل أبنائهم. يرى بعض الآباء والأمهات أنه يلزم أن يحرقوا أنفسهم خدمة لأولادهم، زيادة على ذلك يظنون أن الدين يطلب منهم ذلك، والحقيقة هي أن المال والبنين هم زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. النموذج الحقيقي إنه مفيش حاجة اسمها هو بيضحي بنفسه عشان الأبناء، هما في النهاية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأنت لازم تؤدي دورك، وهتتعب وهتتعبي وهتمر بأزمات في الحياة، ولكن في النهاية تستشعر معنى دورك. طيب، التقليد الأعمى للأساليب الموروثة. معظمنا بيتعلم عادات معينة من الآباء والأمهات موروثة. ليس كل العادات دائما حسنة ومفيدة، قد يكون بعضها قديم وعفى عليه الزمن. وبعض الآباء والأمهات من باب الوفاء والامتنان لوالديهم بيقولوا إن أنتوا قدمتوا لنا أفضل تربية. هذا لا يعني أننا نمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتربية الوالدية البناءة، فلكل زمان حاجاته وتحديات. اعتقاد آخر. آخر اعتقاد أختم به هذه المداخلة ونعمل التعليق بتاعنا. تقليد الأعمى للآخرين. اللي هو إيه التقليد الأعمى للآخرين؟ إنه التقليد الأعمى لا يستقيم في التربية الوالدية، فكل ولد مميز في بعض النواحي، وما ينفع مع فرد قد لا ينفع مع الآخر. فالآباء والأمهات في حاجة مستمرة إلى اكتشاف أفضل الطرق للتعامل مع أولادهم في المواقف المختلفة، وبالتالي كل واحد له ميزة. وزي ما قلنا إن البصمات بتاع الإصبع ليست مثل بعضها مثل بعض، وبالتالي الآباء والأمهات في حاجة مستمرة إلى أن يكتشفوا أفضل الطرق للتعامل مع أبنائهم في المواقف المختلفة. أنا هقف عند الجزئية دي، الاعتقاد رقم 5، وهفكر حضراتكم بالرسالة اللي قرأناها سويا في المداخلة اللي فاتت من ولي أمر معلم محترم، ابنه في ثانوية عامة في تانية ثانوي بيقول له يا أبي أنا جانا بالأمس معلم أو واحد من الشيخ، مديرة جابت لنا شيخ أزهري ودخل يكلمنا عن التسامح والتماس الأعذار، وبدأ يقول لو قابلت واحد في الشارع بيعاكس واحدة بنت فمالكش دعوة بيه، دور وشك الناحية التانية وما تشغلش بالك. أكتر حاجة ممكن تعملها إنك تروح تجيب حد من الحكومة يشوفه يعني. فقال عرفنا كلنا، كأنه يشير إلى موضوع الولد اللي اسمه ناجح اللي قتل محمود في الشارع، لأن محمود غار على بنت الشارع عنده، فقال له بلاش تعكسها يا ناجح،
فنجح قتل محمود هو وزملائه، أو نجح قتل محمود، وأصبح حديث الأمة وحديث العالم عبر صفحات التواصل. فبدأوا يبعتوا مشايخ المدارس يقولوا للناس، يقولوا للولاد في الثانوي مالكش دعوة بحد، خليك في حالك. فالولد بيسأل أبوه بيقول له هل أنا يعني لو ده حصل ما دافعش عن بنتي يعني؟ قال له لا، إزاي الكلام ده، المفروض تدافع. قال له لو حصل لي حاجة، قال له لو مت فأنت شهيد بإذن الله. فقال العبث بمفاهيم الأبناء ووضع الأبناء أمام نماذج ملوثة، وإخراج الأبناء في هذا السن، سن المراهقة، بأنه يبقى يعني إمعة، يبقى تافه ساذج، شخصية سلبية غير قادر على أنه ياخد قرار كأنه الهدف منه. طبعا الخطأ هنا خطأ على مديرة المدرسة، وخطأ على الناظر، وخطأ على المعلم، وخطأ على كل من شاهد تلك الواقعة وصمت ولم يتحدث مع هذا الشيخ المودرن اللي جاي ده، الشاب اللي جاي ده ولابس عمة وقفطان جابينه منين محدش عارف، وجاي يدلس ويخاطب الناس بكلام شعاره شكله حلو ومضمونه مزيف للعقول ومضلل للأفكار. فبدل ما نربي أبنائنا على ابن البلد المحترم اللي يعرف يقول ويدافع عن حق أبناء بلده وكده، نطلعه ديوس، نطلعه يعني ساذج، نطلعه تافه، نطلعه إمعة. ليس هكذا يراد من التربية، وليس هكذا يراد من المدارس، وليس هكذا يجب أن نمارس. وده ضمن المعتقدات السيئة جدا، امشي جنب الحيط يحتار عدوك فيك، ما ينفعش الكلام ده. وأنا بس حبيت أعلق مرة أخرى على هذا الحدث لأنه يحتاج إلى إعادة توجيه، إعادة صياغة، إعادة تربية لهذا الشيخ وللي جابوه وحطوه في هذا المكان وطلبوا منه أن يقول هذا الكلام لأبناء في هذا السن وهم فاهمين. يا ريت ما راح، يا ريت ما لم يقل ولم يذهب، كان له أفضل وأكرم وأشرف له، بدل ما أصبح يعني مسخرة في عيون هؤلاء الأبناء وبيتساءلوا ليه بيعملوا فينا كده. ده سؤال خطير جدا، ونحن نسعى إلى تربية الآباء والأمهات إلى ممارسة تربية والدية حقيقية. هنكمل مع بعض إن شاء الله الاعتقادات السائدة الآن حتى نزيح الغبش عما نحن فيه، وأتمنى إن الرسالة تكون وصلت في المعتقدات الخمس اللي إحنا اتكلمنا عنها، ورسالة تكون وصلت أيضا في القصة اللي رويناها مع بعض حتى نحقق ما يجب أن يتم تحقيقه. نلتقي على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.